وإلى الشأن العربي، حيث وقع الرئيس اللبناني ميشيل عون على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من الخميس المقبل وحتى الأول من فبراير في إطار مواجهة انتشار كورونا في البلاد. يأتي هذا بناء على اقتراح رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا. كما وافق عون على اقتراح وزير الصحة بتوقيع عقد مع شركة فايزر لشراء اللقاحات اللازمة لوباء كورونا، على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء. معنا هاتفيا من بيروت السيد أمير قموري المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أمير. أهلا بك. إذن الرئيس اللبناني ميشيل عون وقع على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل طبعا اعتبارا من الخميس المقبل وحتى الأول من فبراير في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا. ما حجم انتشار الوباء إلى الآن ولماذا استدعى هذا الإغلاق؟ طبعا الامر خرج عن السيطره والارقام كانت كبيره جدا، يعني كان في داخل المدن ام حتى في اماكن اخرى، وخصوصا في فتره الاعياد التي شهدت الكثير من الاختلاط. لكن المشكله الكبيره اليوم هي طاقه المستشفيات، طاقه استيعابيه للمستشفيات لم يعد في الامكان وجود ايجاد اسره يعني تستطيع استقبال مثل هذه الحالات، وهذا السبب الرئيسي الذي دفع باتخاذ هذه الاجراءات الصارمه. لكن كلنا نعرف تماما ان في لبنان الاوضاع باتت صعبه جدا، يعني كان من الناحيه الاقتصاديه او الاجتماعيه او السياسيه، فبالتالي هذه القرارات ليست بالضروره ان تطبق، يعني ومن شانها اثاره مضاعفه الاوضاع الصعبه اصلا في البلد. لا اسمعك جيدا سيد امير، يعني عذرا هل نحاول أن يعني نرفع من الصوت؟ تفضل. لا طبعا كنت أقول أن المشكلة الأساسية هي في القدرة الاستيعابية للمستشفيات على استقبال المزيد من المرضى، وهذا ما هو الدافع الأساسي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. لكننا كلنا نعرف أن في لبنان هناك أوضاع صعبة جدا وبالتالي اقتصادية واجتماعية، ومن شأن هذه التدابير أن تضاعف المشكلة أكثر وأكثر. طيب أستاذ أمير، يعني تمت أيضا الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بالتعاقد مع شركة فايزر لشراء اللقاحات اللازمة. أنت تقول أن الوضع اقتصاديا هو صعب في لبنان في هذه الآونة، إذا يعني برأيك من أين يأتي التمويل؟ يعني حتى السؤال ايضا، يعني حتى الان لا يوجد اسئله واضحه عليه، لكن تعرف الحاجه الملحه والضروريه من هذا الوقع، يعني يوجد لدى السلطات او لدى في خزانه الدوله احتياط يمكن الاستعانه به، وهذا يمكن ايضا ان يباع يعني للمرضى والذين يحتاجون. استاذ امين، طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، ولكن الصورة يعني وصلت بشكل أو بآخر. كنت معنا من بيروت السيد أمين قموري المحلل السياسي.